في إطار تجسيد البرنامج الوطني الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب وإنجاح حملة الحصاد والدرس على المستوى الوطني، تم مؤخرا إنجاز 350 مركزا جواريا بسعة إجمالية تقدر ب 1.75 مليون طن من الحبوب، إضافة إلى إنجاز 30 صومعة تخزين استراتيجية بسعة تخزين إجمالية تقدر ب 3 ملايين طن، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 2 مليار دولار، كما يجرى حاليا استكمال إنجاز 16 صومعة تخزين معدنية بسعة تخزين إجمالية تقدر ب 250 ألف طن. توسيع هذه القدرات مع تسجيل 350 مركز التخزين، منها الصومعات ذات حجم كبير ومنها المخازن أو مراكز جوارية، وهذه المراكز تسجل عبر 34 ولاية. تنبؤات بمردود وفير ونتائج إيجابية لموسم الحصاد والدرس لهذا الموسم وطنيا، خاصة بعد التركيز على الزراعات الاستراتيجية وتوسيع المساحات المزروعة. أن هناك نتائج جد إيجابية في بعض الولايات، خاصة ولاية الشرق التي يعني استفادت من قصها من الأمطار، وأذكر على سبيل المثال الخنجلة، المنتوج تقريب يصل حتى المليون قنطار في هذا الموسم. نفس الشيء باتنا صرعت تقريبا راهي 900 ألف قنطار، أي تقريبا حتى مليون. نفس الشيء لولايات قيل مع الصيف، نتائج يبدو أنها جد إيجابية. أضف إلى ذلك المردودية، يعني منفروض تكون أكثر من 40 قنطار في الهكتار. توسيع الطاقة الاستيعابية للتخزين والتحويل وتقريب أماكن التخزين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه العملية يعد مكسبا للفلاحين ويزيد من القدرات الإنتاجية، مما يعزز الأمن الغذائي المحلي والوطني، خاصة وأن قطاع الفلاحة يساهم حاليا ب 35 مليار دولار سنويا في الناتج الخام، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع المحروقات من حيث المداخيل.